الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر لنا طريق العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من واسع حكمتك وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى مع تجويد رواية ورش عن الإمام نافع، ووصلنا إلى هذا الدرس الذي هو بعنوان أحكام اللام. أيها الأحبة، الأصل في اللام التركيك، يعني ده أصل عندنا في اللام، إنها بتكون دايما مستفلة أو مرققة، إلا أنها تغلظ في مواضع وفيما يلي بيان ذلك. يعني احنا سبق وقلنا ان القسم الثاني في التفخيم والتركيك، يعني من الحروف ما يرقق في مواضع ويفخم في اخرى، ويشمل حرفي اللام والراء. نحن الان بصدد حرف اللام، يعني متى يغلظ ومتى يرقق كما سيأتي معنا ان شاء الله. قال ذلك: ان دراسة احكام اللام عند الامام ورش تنقسم الى قسمين. الأول اللام في اسم الجلال. طبعا قلت ما نقولش لفظ الجلالة، الأصوب والصحيح أننا نقول اسم الجلالة وليس لفظ الجلال. الثاني اللام في غير اسم الجلال. طيب، يبقى عندنا أول حاجة اللام في اسم الجلال، اللام في اسم الجلال الله سبحانه جل وعلا. يبقى للام اسم الجلالة حالتان، تفخيم وتركيك. حالة التفخيم يعني بنفخمه متى؟ متى نفخم اللام في اسم الجلالة؟ تفخم لام اسم الجلالة في الأحوال التالية: أول حاجة إذا تقدم اسم الجلالة فتح أو ضم، مثال زي كلمة مثلا شهد الله، شهد الله، يبقى هنا بنفخم اللام في اسم الجلال. مش معقولة هنقول شهد الله، ما ينفعش، لا، شهد الله، شهد الله هكذا. وخلي بالك الدال، يعني احذر ان تفخم منك اللام تبعا للايه، للام في اسم الجلال، يعني تقول شهد الله، شهد، لا، شهد، شهد الله هكذا. هنا برضو اللام تفخم في اسم الجلالة اذا اتت بعد حرف ايه مضموم، هنا الضمة، يبقى نقول عبد الله، عبد الله، مش اقول عبد الله، لا، عبد الله، تمام، عبد الله هكذا. الحالة الثانية إذا تقدمها ساكن وقبل الساكن فتح أو ضم، مثال وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، هنا اللام في اسم الجلالة مفخمة، وجاء قبل لام اسم الجلالة حرف ساكن وهو الواو المادي، وقبلها حرف مضموم، يبقى في الحالة ديت بنفخم اللام في اسم الجلال. وإذ قالوا اللهم، قالوا الله، وخلي بالك اللام ديت مستفلة مرقق، أما اللام في اسم الجلالة هي اللي مفخم، يبقى نقول إيه، وإذ قالوا لو، لو، ما تقولش قالوا لو، لا، وإذ قالوا لو، وإذ قالوا اللهم هكذا. مثال الثاني وما الله، وما الله، هنا برضو تقدمها ساكن، أين الساكن في اسم الجلالة؟ تقدم ساكن وقبل الساكن حرف مفتوح، وما، وما الله، وما الله، هنا هذه حرف ساكن أو التقاء ساكني، يبقى في الحالة ديت بنفخم اللام في اسم الجلال، وما الله، وما، ما تقولش وما وتفخم الميم، لا، وما وليس وما، يعني البعض يقرأ وما الله، وما، وما الله، ولا ينتبه، لكن تاخدها كده تعمل تحليل واحدة واحدة وحتى تأتي معك منضبط، يبقى وما وليس وما، وما الله، وما، وما الله هكذا. الحالة الثالثة في حالة الابتداء باسم الجلال، يعني هتقرأ مثلا الله أعلم، الله أعلم، مش معقول هتقول، يعني مش معقول هتقرأ وتقول الله أعلم، الله، لا، الله، الله أعلم، الله أعلم، وما تفخمش همزة الوصل اللي هتبدأ به، ما تقولش لا، الله أعلم. هنا برضو الله لا إله إلا هو، طبعا المادة المنفصلة ست حركات عند ورش كما سيأتي معنا إن شاء الله. المهم
ان دي حالات ايه؟ حالات تفخيم اللام في اسم الجلالة اذا تقدم ساكن وقبل الساكن فتحة او ضم. رقم 2 في حالة الابتداء باسم الجلالة. رقم 3 ايه؟ في حالة الابتداء باسم الجلالة. والاولانية اذا تقدمها ايه؟ فتحة او ضم زي شهد الله. التانية تقدم الساكن وقبل الساكن فتحة أو ضم وإذ قالوا اللهم. التالتة في حالة الابتداء باسم الجلالة الله أعلم. الله أعلم هكذا. طيب في حالة التركيك متى نركك اللام في اسم الجلالة؟ ترقق لام اسم الجلالة في الأحوال التالية. الحالة الأولى إذا تقدم اسم الجلالة كسر يعني جاء قبله حرف مكسور. مثال بسم الله، هنا الميم مكسورة اهي، يبقى نقول بسم الله. الخطأ ايه؟ انك انت تقرأ وتقول بسم الله، لا بسم الله بسم الله هكذا. رقم 2 اذا تقدم اسم الجلالة ساكن بعد كسر. مثال افي الله شك، هنا اسم الجلالة جاء قبله ايه؟ جاء قبله حرف ساكن اللي هو الياء المادية ديت. طبعا اي حرف مد هو حرف ساكن، انت مهما تمد في النهاية هتقف، فهو حرف المد هو حرف ساكن، وجاء قبله فاء مكسور. يبقى في الحالة دي تركك اللام في اسم الجلال، يعني تقرأ افي الله شك، افي الله، اوعى تقرأ وتقول افي الله، لا افي الله شك. الحالة الثالثة إذا وصل اسم الجلالة بتنوين آخر كلمة قبله، وذلك لانكسار التنوين لفظا لالتقاء الساكنين. مثال مثلا قومن الله، قومن الله، طبعا هنا سبق في باب أحكام النون الساكن والتنوين قلنا إن التنوين ده هو عبارة عن نون تلفظ ولا تكتب، يعني إحنا بنقرأها بتظهر في النطق ولا تظهر في الخط يعني في الكتاب. يبقى قوما اخرها ايه؟ اخرها نون ساكن، وجاء بعدها حرف ساكن، يبقى بيتم التخلص من الساكن الاول بالايه؟ بالكسر. وهذا اذا التقى ساكنان في اللغه العربيه يتم التخلص من الساكن الاول، فهنا بنكسر الساكن الاولاني، يبقى نقول قوماني ني ني، كسرنا النون، قوماني الله، قوماني الله هكذا. مثلا أحادوني الله، أحادوني الله هكذا. يبقى دي الحالة الثالثة أنه إذا وصل اسم الجلالة بتنوين آخر كلمة قبله، جاء قبله حرف منون زي قوما، وذلك لانكسار التنوين لفظا لالتقاء الساكنة يعني في اللفظ ولا يظهر في النطق. يبقى قوماني، قوماني الله، أحادوني الله هكذا. الحالة الثانية التغليظ في غير لام اسم الجلالة. الأصل فيها التركيك، بدل أصل عندنا، وتغلظ إذا كانت مفتوحة وسبقت في الكلمة نفسها بأحد الحروف الثلاثة الطاء أو الظاء أو الصاد دون فاصل، على أن تكون هذه الحروف ساكنة أو مفتوحة. مثال زي إيه؟ هنا كلمة الطلاق، طبعا بنركك اللام في رواية حفص، إنما عند ورش بنعمل إيه؟ تغلظ إذا كانت مفتوحة، يبقى ركز على كلمة مفتوحة دي، وسبقت في الكلمة نفسها بأحد الحروف الثلاثة الطاء والظاء والصاء، الطاء والظاء والصاء دون فاصل، يعني جات اللام بعد حرف من حروف الاستعلاء مباشرة دون أي مفاصل، مفيش فاصل عندنا، على أن تكون هذه الحروف ساكنة أو مفتوحة. يبقى كلمة الطلاق هنغلظ اللام دي، هنقول إيه؟ الطلاق، 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 لا ما تقولش لا، الطلاق. ظلم، ظلم هكذا. يصلونها، يصلى هكذا. هنا يظلي، لي، لي، بتغلظ الايه؟ اللام. نركز على الحكم ده عشان هو خاص بايه؟ بروايه ورش عن نافع. طيب ويجوز فيها ايضا وجهان، تفخيم وتركيك. لها وجهين بقى في حالات معينه في القران الكريم في كلمات معينه. اول حاجه اذا حال بينها وبين الاحرف الثلاثه الطاء او الظاء او الصاد ألف لين، مثل إيه مثلا؟ طال، فصالا. يبقى في الحالة ديت فيها إيه؟ وجهين، إنك أنت تفخم اللام أو تركك اللام. وطبعا المقدم هو التغليظ وصلا ووقفا، ده وجه إيه؟ مقدم.
وجه مقدم ان هو تغلظ اللام، يبقى طا لا لا تركيك اللام، والوجه التغليظ طالا طالا طالا. وخلي بالك من الالف ده بيتبع ما قبله من حيث التفخيم والتركيك، يعني بعض الناس بتبالغ في تركيك الالف المادي حتى لو بعد ما فخم، ده طبعا من الخطا. يبقى طالا طالا لا او طالا، والوجه المقدم اللي هي التغليظ كما قلت. طيب الحالة الثانية، إذا وقف القارئ على اللام المتطرفة المغلظة وصلا، مثال زي كلمة إيه أي يوصل هنا، وكلمة إيه ظل، دي فيها برضو حالين، حالتين لو أنت هتقف على اللام دهيت يبقى لك فيها التركيك ولك فيها الإيه التغليظ، وطبعا المقدم هو التغليظ أيضا اعتدادا بالحركة الأصلية، الحركة الايه الاصلي. يبقى اي يوصل تركيك، اي يوصل تغليظ، لكن الوجه المقدم المقدم ايه التغليظ، وصلا ووقفا كما بين. اذا ايها الاحبة كان هذا الحكم حكم اللام، حكم الايه احكام اللام عند ورش، يعني هذه الاحكام خاصة بورش، وإن كان طبعا اللام في اسم الجلالة لجميع القراء، إلا أنه التفخيم في اللام أو التغليظ في غير لام اسم الجلالة هذا خاص بإيه بورش عن الإمام نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال اليوم نأتي كده بسؤال سهل إن شاء الله، اذكر أحكام اللام في اسم الجلالة، اذكر أحكام اللام في اسم الجلالة، نعيد كتابتها تاني عشان تكون سهلة علينا. يبقى قلنا حالة التفخيم وحالة الايه التركيك. هذا والحمد لله رب العالمين.